المجتمع وتربية المجتمع. أنا خصصت الكلام فقط عن الثوابت عن التصور باعتباره ثابتا من الثوابت المغربية ومن الثوابت المهمة التي ساهمت في استقرار هذا البلد وجعلته يعيش بلدا آمنا مطمئنا عبر العصور. وقلت بأن ثوابت استقر عليها المغاربة منذ قديم منذ قرون هي الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية وهذا العبر وهذا الثابت الذي هو التصوف السني، لأن التصوف السني الذي يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يبتعد عن بعض الأمور الأخرى التي تجعله لا يقوم بالمهام الذي يريد أن يقوم بها مهام التربية. لذلك هذه المداخلة حاولت أن ألخصها، حاولت أن أتكلم فيها إلى بعض الإشارات. هذا هو المداخلة.